بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك مكتب الدعوة، وكذلك الإخوة القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي، على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذا المجلس العلمي. توقفت في درس التفسير عند سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الأشهر في تسمية هذه السورة أنها تسمى بسورة الكوثر، وتسمى كذلك بسورة النحر، تسمى بسورة النحر، وسماها البخاري رحمه الله تعالى بسورة إنا أعطيناك الكوثر. وهذه السورة تعتبر أقصر سورة في القرآن العظيم مع سورة النصر وسورة العصر، ومع قصر هذه السورة تقريبا تأتي سطر واحد، إلا أن فيها من البلاغة والفصاحة والبيان ما الله به عليم. والله لما تحدى الكفار أو تحدى الناس عموما أن يأتوا بالقرآن تحداهم فقال فأتوا بسورة من مثله، لم يحدد لهم سورة البقرة فيقولوا طويلة جزآن وزيادة، وإنما قال سورة. والإعجاز هذا يشمل طوطي كانت السورة طويلة أو قصيرة مثل سورة الكوثر سطر واحد، فلا يستطيع الشخص أن يأتي بمثل هذا القرآن، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا كانوا متعاونين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يستطيعون، من باب أولى أن يكون الصعوبة أكثر إذا كانوا متفرقين أو منفردين. وهذه السورة، سورة إنا أعطيناك الكوثر، فيها خير كثير أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وتشترك معها سورة النصر، كلها قصيرة السور هذه. سورة النصر كذلك تشترك مع الكوثر في أن الله أعطى نبيه خيرات كثيرة إذا جاء نصر الله والفتح، وتقدم تفسيرها. ويشترك معها أيضا في عطايا الله لنبيه عليه السلام أو مدح الله للنبي صلى الله عليه وسلم سورة العصر، كلها سور قصار تعتبر أقصر السور في القرآن. فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين بل هو أول المؤمنين، وعملوا الصالحات وهو كان يعمل الصالحات، وتواصوا بالحق وكان يوصي بالحق، وتواصوا بالصبر وكان قد ضرب أروع على أمثلة بصبره صلى الله عليه وسلم. فتلاحظ أن هذه السور مع قصرها النصر والعصر والكوثر تشترك في أشياء وهي نعم الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع السورة وما قصدها أنها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام كما في سورة الضحى، فالله سلى نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى فقال والضحى والليل إذا سجى، وسيأتي تفسيرا إن شاء الله، ثم قال ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى إلى آخره. وكذلك هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الشرح، فسورة الشرح فيها من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك يا محمد صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك إلى آخره. وكذلك تشترك مع سورة القدر بأنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنزلناه في ليلة القدر إلى آخره، وأيضا بشارات من الله للنبي عليه الصلاة والسلام. قبل سورة الكوثر سورة الماعون التي سنفسرها بالجلسة القادمة إن شاء الله. ما المناسبة بين سورة الماعون وسورة الكوثر التي معنا؟ المناسبة أن الله تحدث عن أوصاف
الكفار أو وصاف الذين يدخلون النار أنهم يمنع أنهم في سورة الماعون قال ويمنعون الماعون، وهو وصف ذميم يعني أنهم يمنعون العارية كما سيتم تفسيرها إن شاء الله. والكوثر هنا ضد المنع، وإنما فيها بذل الخير، إنا أعطيناك يا محمد الكوثر وهو الخير الكثير فابذل هذا الخير بأن تصلي لله وتنحر ذبيحتك وكذلك تتصدق على الفقراء والمساكين. ففي الكوثر وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى إنا أتبنون العظمة سبحانه وتعالى، فقال إنا أعطيناك أعطيناك، ابتدأت السورة بنون العظمة وهو الضمير أنا إنا، وله دلالة هذا الضمير دلالة عميقة وعريقة. ومثل ذلك بقوله في سورة القدر إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، فالله سبحانه وتعالى عظم هذا الأمر فأتى بنون العظمة، لما تكلم عن القرآن أتى بنون العظمة، إنا نحن نزلنا الذكر ونحن الحافظون، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أعطيناك الكوثر، كل ذلك لتعظيم هذا الشيء. ونون العظمة معروفة عند العرب، فالعرب الشخص من العرب إذا أراد أن يعظم نفسه يقول نحن فلان بن فلان هو واحد، فالله سبحانه وتعالى عظم نفسه وقال إنا يا محمد عليك الصلاة والسلام أعطيناك الكوثر. وهذه السورة قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية، وجهة نظر من قال إنها مدنية لأن الله قال فيها فصل لربك وانحر، والصلاة والنحر شرعت في المدينة. وجهة من قال إنها مكية أنها قالت إن شانك هو الأبتر يعني مبغضك هو الأبتر فهي مكية. العلماء يقول أنها مكية وهي 3 آيات و10 كلمات و42 حرفا. يقول ابن حزم رحمه الله سورة الكوثر محكمة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. قيل أن سبب نزولها أنه لما مات أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون أن الأولاد يحملون ذكر الشخص الأولاد، فلما مات أولاد النبي صلى الله عليه وسلم قيل إبراهيم وقيل القاسم رضي الله عنهما، ولم كلهم ماتوا في حياته ولم يبق بعده إلا فاطمة رضي الله عنها، قال الكفار بتر محمد يعني سينقطع ذكر محمد، فلم يبق له أبناء وأولاد يحملون اسمه. وكانوا يقولون العرب للرجل إذا مات له الذكور بتر الرجل، فأنزل الله السورة فقال إن المبتور والمقطوع عن الخير هم أنتم أيها الكفار لا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر، وإنا توكيدية، إنا للتوكيد، والفائدة أن ذلك بمنزلة قوله إنا نحن والله أعطيناك، فهي توكيد جاري مجرى القسم. وقول الله تعالى إنا أعطيناك جاء اللفظ بالماضي، إنا أعطيناك جاء اللفظ بالماضي، والعرب إذا كانت توعد بالشيء وهو متحقق الوقوع تأتي بلفظة الماضي لتحقق وقوعه، مثل قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أتى بالماضي لكن لما كان متحقق الوقوع أتى بصيغة الماضي يعني سيأتي. فالله تعالى قال إنا أعطيناك يعني سنعطيك، والله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، فقال إنا أعطيناك الكوثر، جاء اللفظ بالماضي وذلك لتحقق الوقوع، كقوله اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم، والمعنى أن سنعطيك الكوثر، ومثله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إنا أعطيناك الكوثر يعني يا نبي الله أعطيناك الكوثر، الكوثر على وزن فوعل صيغة مبالغة أي الخير الكثير. قال بعض العلماء أن الكوثر هو المقصود به نهر أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأتى وصفه في أكثر من حديث أنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وآنية عدد نجوم السماء وأطيب راحة من المسك، وأن مسافته طويلة جدا إلى أيلة أو إلى صنعاء وغير ذلك، حديث كثيرة
وأن من شرب منه شربة لم يضمى بعدها أبدا. والذي عليه العلماء أن كلمة الكوثر لفظة يراد بها كل خير أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا النهر الذي تحدث عنه صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث. ولذلك قيل لأعرابية: بما آب ابنك، يعني بما رجع ابنك من السفر، لما سافر ورجع بما رجع؟ قالت آب، يعني رجع بكوثر، بكوثر كثير، يعني بخير كثير، بخير كثير. فالله تعالى يقول: فإنا أعطيناك يا محمد الكوثر. الكوثر قيل أكثر من قول، قيل عن الكوثر مثلا، الكوثر ذكر العلماء أكثر من 15 قولا. الكوثر والخير الكثير، وهذا هو الصحيح، ويدخل تحته كثرة علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم: أعطيناك الكوثر، أعطيناك كثرة الأتباع، أعطيناك كثرة الأولاد، أعطيناك الشفاعة، أعطيناك الحوض، أعطيناك النهر. كل هذا داخل تحت كلمة الكوثر. المقصود أن أعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير. فصلي لربك، يعني كما أعطيناك هذا الخير الكثير، قابل هذا الخير الكثير يا نبي الله بأن تشكر الله وتصلي لله وتنحر ذبيحتك، كما قال له في أكثر من موضع: ألم نشرح لك صدرك، كما سيأتي تفسيرها استفهم تقريري، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، يعني اشكر الله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم أعظم الشاكرين لله رب العالمين. إن أعطيناك الكوثر بدأ بأهم شيء بعد التوحيد هو الصلاة، فقال: فصلي، فصلي. الصلاة عموما سواء كانت فرضا أو نفلا، وانحر يعني انحر ذبيحتك. النحر إما أن يراد به العرب تطلق النحر وتريد به الذبح، يقولون النحر والذبح، والذبح هو النحر. وبعض العلماء وهو الكثير يطلق على النحر أنه للإبل، الإبل، والذبح يكون للمعز والضأن والبقر، والبقر الذبح، أما النحر فيكون للإبل، أما النحر فيكون للإبل. فقال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فاشكر الله يا محمد عليه الصلاة والسلام بأن تصلي لله وتنحر. قال: فصلي لربك، يعني ما يعني إضافة تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله رب الجميع، لكن لما يقول صلى الله عليه وسلم يضيف إلى نفسه فيقول: فصلي لربك، فصلي لربك، إضافة تشريف. وانحر يعني انحر ذبيحتك. قال العلماء من المقصود بها الصلاة عموما، ومن ذلك صلاة عيد الأضحى. فإذا صلى الإنسان صلاة عيد الأضحى ينحر الذبيحة بعد الصلاة. ولما قال انحر قالوا كأنه اختار أعلى الأشياء وهي الصلاة، ومن جهة الصدقة اختار أعلى الأشياء وهو النحر للإبل. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 من الإبل في حجه صلى الله عليه وسلم. فصلي لربك وانحر. إن مبغضك، إن شانئك، يعني مبغضك، لأن الشنآن عند العرب هو البغض والاحتقار والازدراء، ليس أنت يا نبي الله، إن مبغضك هذا هو الأبتر. قيل أن العاص بن وائل السهمي أحد الكفار، وقيل أمية بن خلف، وقيل غيره من الكفار، ازدروا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إذا مات أولاده ذهب ذكره صلى الله عليه وسلم. وكان العكس، أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي بقي اسمه وبقي ذكره وسيبقى إلى قيام الساعة. ففي قوله سبحانه وتعالى: إن شانئك، يعني مبغضك، وفي قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، يعني الخير الكثير، قال فيه مطابقة بين أول السورة الكوثر هو الخير الكثير، وآخر السورة هو الأبتر وهو المنقطع عن كل خير. فالله أعطى نبيه الخير الكثير وقطع الخير الكثير عن أعداء محمد صلى الله عليه وسلم. فالسورة على وجزتها اشتملت على صنوف من البلاغة والفصاحة والبيان. وأصل كلمة الكوثر كما قيل أنه الخير الكثير. ومنه قول الشاعر: وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العفائل كوثرا. العفائل يعني خيار النساء،
وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العفاء لكوثرة، يعني صاحب خير كثير. قوله تعالى شانئك مبغضك، ومنه قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يمنعك أنك تبغض قوما أن لا تعدل معهم، فاعدل معهم. فالإسلام يعني ضد الظلم حتى لو كان من عدوك. ومنه قول الأعشى ومن شانئ كاسف وجهه مبغض، يعني من شانين يعني مبغض، ومن شان كاسف وجهه إذا ما انتسبت له أنكرا. وفي هذه السورة فيها دفاع عن الدفاع الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعنايته بأولياء. ففي قوله تعالى إن مبغضك هو الأبتر، هو المنقطع الذكر لن يذكر. أنتم الآن تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر دائما، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، سيبقى إلى قيام الساعة، ويصلى عليه كل يوم في الصلوات. وبل بعض العلماء بعض الباحثين قال إن أكثر الأسماء في هذا العالم في هذا العصر هو اسم محمد، فالله رفع من شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهذا من مدافعة له الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله سبحانه وتعالى إن شأنك والأبتر، لذلك أبقى الله ذكر محمد عليه الصلاة والسلام عبر القرون، وسيبقى ونسي الناس الكفار المعاصرين له. ومنهم الذين قال عنهم الرسول إنه أبتر، الذي قال عن الرسول إنه أبتر وهو العاص بن وائل السهمي، فلا يكاد أحد يعرف هذا الرجل العاص بن وائل السهمي الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار إجمالي لتفسير هذه السورة الجليلة العظيمة إنا أعطيناك الكوثر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون سيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وانصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ونائب لما تحب وترضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.